احنا في ايام الصيام نذوق، يقال جوع. السمكة ربما لا تفهم معنى الماء لأن تعيش في الماء، تعيش في الماء، لعلها لا تفهم معنى الماء. الذي يفهم معنى الماء هو البعيد عن الماء. إحنا اللي كل يوم غدانا عشانا كل ما نريد موفر إلينا، لا يمكن أن نفهم ما هو معنى الجوع وما هو معنى الفقر وما هي معنى الحاجة. ولكن في هذه الأيام المباركة من بركات هذه الأيام شوية واحد يخرج من الحالة الحيوانية، حالة بين نثيله ومعتلفه، مو أن العالم ينحصر في وفي أولادي وبناتي، إذا سني تؤلمني لا أتمكن أن أنام من الجوع، ولكن يموت الآلاف من الفقراء جوعاً وعطشاً لا يهمني بمقدار ذرة. لاحظوا المفارقة، هذه حالة حيوانية. السن إذا توجع ما أتمكن أنام تلك الليلة. إذا مشكلة بسيطة عندي أتصور أن هذه المشكلة محور العالم، ولكن المؤمنين المسلمين البشر يموتون من الجوع والعطش، لا يهمني ذلك بمقدار شعر. عندما نجلس على مائدة الإفطار نشكر الله سبحانه وتعالى ونتذكر إخواننا اللي ما عندهم، اللي خبز ما عندهم. هؤلاء مو إخواننا في الدين، إحنا مو مسؤولين عنهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن الغني لم يكن يجد مس الجوع، ما يعرف شنو معنى الجوع، ما جايع في حياته، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، كل شيء موجود. فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.